مرحبا. اليوم سوف أعطيكم طريقة حتى تحصلوا على الجيمز أو المجوهرات بطريقة سريعة. فأول شيء لازم تعرفوا عن الجيمز. بون أنا عندي 677 جيمز أيوة الأخضر. فأنت الشيء اللي تعمله هو تروح تشوف جدول الأعمال هذا وتحقق هذه المهمات. كما راكم تشوفوا كل مهمة عندها قيمتها. لكن انا اعطيكم شيء، انت يمكن الان يعني تحصل على 50 جيمز في دقيقه. الطريقه هذه هي انك تربط حسابك بسوبر سيل اي دي، لما تربط حسابك يعطوك 50 جيمز في بلاصتها ديريكت. هناك ايضا مهمات كما تشوف، لكن هذه المهمات لما يعطوك جيمز يعني ممكن تكون صعبه شويه. مثلا عندك، مثلا انا الان في 1291 كؤوس، ماني متذكر الان، اظن اذا لحقت يعني اذا التحقت ب 1050 اظن او 1150 يعني بين 1100 و 1200، انت مجرد انك تروح هذا راح يعطيك 250 مجوهر، وهذا شيء جيد. هي هنا موجودة لكن مش متذكر أين، أظن المهم ربما هذه هي. نعم نعم كما تشوفون رمبورتي أن توتال دو 1250 تروفي. لما توصل 1250 كؤوس راح يعطوك حوالي 250 جيمز. أنا حققت المهم خلاص، وكما تشوفون. لكن أحسن طريقة هي تذهب هنا في الأحداث وتشوف أحداث هنا. لازم تكون مثلا هنا هذا فقط في 6 ايام فقط اليوم، وعندك مهلة 6 ايام. هنا كما تشوفون عندك مهمات، يعني جدول المهمات اللي أريت لكم سابقا يعني فيها مدة محدودة يعني، والمجوهرات محدودة يعني يجي يوم وتنتهي. لكن هذه المهمات يعني ما لا نهاية، دورية دائما. مثلا هنا قال لك هنا يعني يقول لك يعني شارجي 9 تاع هذا الكوشون راح يمشي يعطيك 50 جيمز كما تشوفوا، و 500 خبره مع هذا الكتاب هذا اللي عنده مهمه كبيره. المهم هذا مثلا طريقه. تقريبا في كل اسبوع اسبوعين تظهر ايفنمنت، يعني وفي هذا الايفنمنت عندك تستطيع عندك الحظوظ باش تحصل على الجيمز. انا مره حصلت على 200 جيمز في يومين، حققت مهمه كان او مهمه من المهمات حققت واحده منهم، وشكل دوري يعني. فطبعا كما تعرفون حتى تحصل على الجيمز ايضا من الشيء ما تنزعه يعطيك جيمز، وكل ما طال هذا كل ما المجوهرات كانوا حجم كبير. لكن احسن طريقه هي كما قلت لكم الايفنت، لانه فيه المجوهرات ما لا نهايه من المجوهرات. وطبعا هذه الاحداث هذو انت يعني مجبر يعني مضطر اخاك لا بطل حتى يعني يجمع كل هذه المهمات. فالمجوهرات ياتوا بشكل ما لا نهايه. طبعا انت اذا عملت مجوهرات كما قلت في السابق، احسن شيء تعمله هو انك تزيد يعني هذا ليزون دوبري الاخضر، هذا لازم تزيده. الان هو ب 1000 جيمز، سيكون احسن لانه ولا خلي الجيمز. انا حد الان انتظر يعني عندي 677 يعني اي مهمه ستستحيل. انا اطور البالونات صراحه، انا اريد ان اطور هذا البالون، هذا اجعله نيفو 6 يكون بالون اسود. اعرف بالون اسود من بالونات، شوف راح يكون عندك 400 بوينت بي بوينت بي، وراح يكون عندك يعني ضربه قويه. فهذه هي، اشوفكم في فيديو اخر، وكش حاجه ديروا لي تعليقات وجاوبكم.